منتدى الحياة مع مشاغل المواطنين هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. 22 دقيقة بعد ماضي ساعتين، مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من برنامج اللي تعودوا به منتدى الحياة من نهار الاثنين لنهار الخميس. رافقوكم من لقاية هذايا حتى للأربعة متاع العشرية بمختلف المواضيع الاجتماعية اللي تشغل بكم ومختلف الظواهر الاجتماعية. اليوم الأربعة 1 جوان 2022، إن شاء الله بداية شهر موافقة للناس الكل. الشهر هذالي ما نعرفش علاش الناس الكل يستنوا فيه، يستنوا في شهر ماي وقت يشوفه، وحسوا أنه الشهر كان طويل برشا هكا. شفنا تنبير على الفيسبوك على الشهر هذية، عايدنا فيه، شتينا فيه، صيفنا فيه، وحاطينا فيه شوية مع تنهارين يظهر لي من شهر رمضان. هاو في الشهر هذية وبش يجي شهر جوان وبشوفه وبش يتعديه الأيامات الكل. رحب بالأستاذ فيصل الكعبي اللي ديما يكون حاضر معنا، المختص والمعالج النفسي. مرحبا. مرحبا بك سوار، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. مرحبا يا استاذ، شنو سر الضحكه؟ الضحكه على الشهر مايلي اللي فيه وشهر جوان اللي نشوفه، وانا كل شيء نهايه، كل بدايه نهايه. اكيد مو خاطر احنا نركزوا معناته، هو شهر ماي كيما اي شهر في 31 يوم. واش الناس تزرب في روحها لنهايه الاشياء؟ مفروض نتمتع بكل دقيقه حتى الشيء اللي نتمتع به. في هذه ما نوفقكش برشا الحقيقه استاذ. ما توافقنيش لانك مش اجباري انك تتمتع، اما ننصح للجميع انه يتمتعوا بكل شيء، بالشيلي وبالبرد وبالرمضان وبغير رمضان. نتمتع بوقتنا اللي مش تحسب علينا، وما نزربش باش نقول وقتاش بنشوف. احنا ديما عندنا في العادات نتاعنا اللي يدخل الشهر نبداو نستناو فيه وقتاش بنشوف. علاش؟ كانه على امل باش نستنى، ما نعرفش اللي يستنى في حاجه ان شاء الله ربي يحققها له. اللي عايش في الماضي ولا اللي عايش يحب يزرب المستقبل مش عايش حاضره، ولهذا يفيق بروحه بعد ما توفى العمر يلقى روحه معش، لانه اما عايش في صوره ماضي موضوية ولا عايش في امل مستقبل يمكن يجي يمكن لا. ننصح الناس انه يكونوا ايسي ماتنو، هنا والان، هير اند ناو، ما نقعدوش نزربوا في المستقبل. هي الدقيقه الحاليه، وين انا، وين موجود، كيفاش نتمتع باللحظه ذي، لان مش تحسب من عمري. موضوعنا لليوم استاذ هو الصديق وقت الضيق. برشا معناتها كلمات هكا نسمعوهم في علاقه بالموضوع هذايا، كل واحد وكيفاش يعرف مفهومه للصداقه، كل واحد وشنو ما كل واحد وكيفاش يختار صديقه، كل واحد وشنو ما حسب اما شروط يختار صديقه، كل واحد كيفاش يعرف الصداقه المثاليه، كل واحد وانتظاراته من الصداقه، وكل واحد شنو ينجم يعطي للصديق نتاعه والا الصديقه والا الاصدقاء بصفه عامه. هذا موضوعنا اللي اقترحناه اليوم، حبينا نحكيه فيه معاكم. والله الموضوع هذا كان اقتراح معناتها من عند برشا مستمعين يقولون اليوم وليت صديقة المصلحة. فما شكون يقول اليوم ما عادش نمن بالصديقة، ومن بعد شوية معنا باش تسمعوا برشا شهادات وكيف كيف في الميكرو تروتوار. باش ما نتناقضوش مع مع, مع 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 قالوه صحيح، احنا نستعمل الكلمات بعضها بغير مواضعها، وذي علاش المعتقد دائما نحاول نصلحه معتقدات. لأن نقول كي نقول صداقة المصلحة قاعد نقول في صداقة، بينما هي علاقات المصلحة. نجم نقول فيه علاقات كثيرة، علاقات أنس، علاقات مصلحة، علاقات زمالة. عمل، زمالة، لكن الصداقة عندها مفهومها الخاص. بعض الفلاسفة اللي فدلكوا يقول لك أربعة في الكون ليس لهم وجود: الغول والعلقاء، الغول والغول والعنقاء، لا، ثلاثة في الكون ليس موجود: الغول والعنقاء والصدوق الودود. هل الصديق الودود موجود في حياتنا وفي الدنيا دي ولا لا؟ هل الصداقة وبمفهومها الحقيقي يمكن تو نعرفوه بعد شوية موجود؟ ما هي احتياجات الإنسان؟ مش كل الناس، ما هي احتياجات الإنسان وكل إنسان للصداقة؟ احنا محتاجين للصداقة، وفما أسباب نفسية علاش محتاجين للصداقة، لكن بعضنا لا يلقاها، يلقى مرافقات، يلقى علاقات كما قلنا علاقات زمالة، مرافقات في القهوة وفي العراس وناس طيب العيش معاهم، لكن هل المرافقات هذه ترقى إلى ما يسمى الصداقة ولا لا؟
هذا يمكن تو نشوفوه. والأكيد باش نعالجوا احنا وباش نحكيوا على هالمعتقدات الغالطه في الموضوع هذا. كما قلت انت مثلا المصلحه وقتاش نسميو علاقه نسميوها صديقه، وقتاش نسميو الانسان هذاك صديق والا لا. هذا اللي باش نحكيوا فيه اليوم 70035120 ديما على اذنكم. نشكروا كما العاده جنود الخفاء اللي امنوا لكم البث المباشر، احمد المخلوفي في الديجيتال، امنه بوخيت في التكنيك، تحيه كبيره لهم، انس الهمامي في استقبال تليفوناتكم. معكم من قدام الميكرو كما العادة سوار بن حميدة. نبدأ بغنية أجدع صحاب وبعد نرجع لكم، متبعدوش بعيد ما تبدلوش الموجة. رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة، ماضي ساعتين واربعة وثلاثين دقيقة. نبدأ معكم المشوار من توا حتى للأربعة متاع العشية. نعود ذكر الناس اللي تحبوا بنا في الاستماع، نحكي اليوم على الصديقة. الصديقة مازالت موجودة وإلا لا، والاحتياجات للصديقة هذه شنو أسباب اللي تخلي الإنسان ديما يبحث على الصديق. فما شكون يسميه الصديق الودود، فما شكون يقول الصديق المثالي، فما شكون يقول الصديق الحقيقي، فما شكون في بحثه على الصديقة يبحث زادة على أخوه وإلا يبحث على سند وإلا كل واحد والاحتياجات اللي عنده. كيف كيف زادة باش نحكيه على الصداقة بين الرجل والمرأة، باش نحكيه على الموضوع هذا من مختلف الجوانب نتاعو، خاصة الجانب النفسي. قبل ما نبدأ معاك النقاش سي فيصل، باش نسمعوا الميكرو تروتوار، نسمعوا آراء بعض المواطنين في الموضوع هذا، وبعد شوية ناخذوا معنا أول تليفون. يقعد معنا سي مصطفى. سي مصطفى مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا بيك. مرحبا بالتحية. يعطيك الصحة. بيه سي مصطفى، باش نستدعك تسمع معنا الميكرو تروتوار، تسمع آراء بعض المواطنين اللي هنا في القروين في الموضوع هذا، وبعد نرجع معاك نحكيو شوي. مثال معاش نمن بالصديق، ما عاش فما ثقة، الثقة متبادلة بين زوز من الناس ما عادتش، وزيد توا معنا في العصر نتاعنا، نحنا العصر نتاع توا فما كل غدرة، ما عاش تثق في صاحبك ولا صاحب يثق في صاحبته، ولا ما عاش ما تسميش كل عشرة، ما تسميش كل واحد، فما كان الغدر تو في الوقت هذا. الصديق الصحيح كيظل صديق صحيح، كيظل معناها التربيه نتاعو تحكم فيه، تلقى صديق صحيح. الصديق معناها وقت الشده تلقاه، معناها بالرسمي صديق. الصديق عباره على اخو، فهمت، عباره على واحد من العيله. تو ما عادش في الوقت الحاضر، ما عادش صديق، فما كان الغدر تو سيدي صديق مصالح تو، إلا ما ثمش تربي ولا ما ثمش ثقة ولا ما ثوتنا وبعدنا على الطريق المستقيم وتعبنا وبعدنا على الدين. الدين هو اللي يقرب راه ويكذب علي. تويا نحطك في مثلا في حانوت عشان نعرف روحي، هذيك نغمض عينيك معاه. مازلت صديقة خاطر ما توفيش صديقة راهي ثم، فما فما برشا أنواع تاع صديقة. فما صديقة تاع إنسان بالحق معناه يقولك صديقي ولا صديقتي، معناه بقلبه بربه كيما يقولوا فيها، فهمني. وفما صديقة متاع مصلحة، وهذه معناها شيعة برشا ولات في الفترة ذي. أما راي ما تموتش الصديقة، معناها ديما تقعد، فهمني. وفما كل كيما نقولوا فيها نحن كل صديقة عنو تاع بريود تاع كيما نقولوا فيها تاع المدرسة، مشاو أرواحهم تاع تلقاو بار في خدمة. أما راو فما صديقة ريت كي تتكون علاقة تاع ما بين زوز مش يحب بعض، معناها أصدقاء راي والله تقعد ساعات تاع عشرة، معناها تقعد في للناس معناها تعرس وجيب صغار، وتقعد تتذكر كل لحظات هذيك تاع الصديقة تاع الصغر تاع، فهمني. اما محلاه فتره مزيانه برشا الصاحب، قولك صاحب الشده معناها هذيك صاحب وقت اللي هو بالحق معناها وقت اللي يسحقه في اكثر الاوقات معناها اللي انت محتاجه فيها تلقاه، هذيك معناها صاحبك بالحق، معناها هذيك تحسوا اللي هو صاحبك. انا ما نستناش منه حاجه معناها كي نقولوا فيها مصلحه، خاطر هو صاحبي معناها ما نستنى منه حتى شيء، معناها نستنى منه اكل العشره، اكل المحبه الصادقه، اكل معناها يعاونك معناها او يتقاه تتكى عليه في وقت الشده هذيك. وكيما هو كيف اصحابي وقت الشده ديما نلقاهم، وهما اصحاب مصلحه ديما في المراجعه كي يحتاجوا ولا نحتاجهم ديما نلقاهم، وان شاء الله ديما يبقاو هما اصحاب مصلحه وهما يلقاوني وين نلقاهم
معناه وقت الشده نلقاو بعضنا، ما كل واحد في وقت غاسره يلقى الاخر، وان شاء الله معناه نبقاو اصحاب مصلحه وديما نتفكروا بعضنا كي نكبروا وديما نبقاو مع بعضنا ما نتفرقوش، نبقاو اصحاب. مساعده مثلا باش نعمل حاجه طلبونا في حاجه نعملو نلقاه هو يعاوني فيها، نتعاونوا في بحث ولا في حكايه، معناه ديما نلقاه في الحاجات اللي نبدا حاجتي بيهم، مثلا نبدا ما نجمتهمش وحدي نلقاه هو معايا. اكيد نمن بالصديقه، اما مش اي انسان تنجم تعطيه الثقه، مش اي انسان تنجم تعيط له صديق. فما دي روبير معينين، اول حاجه العشره، ثاني حاجه انه الانسان هذاك حتى معناها كيفاش يتعامل معاك، تحسه كان هو صافي من جهتك ولا انا جوست نستنى منها باش تكون بيها معايا، نستنى منها باش مستحيل معناها تحكي في ظهري ولا تغدرني ولا تخرج اسراري، معناها الحاجات اللي نقولهم لها ونستثقهم عليها، وما نستنى منها حتى شيء اخر، جوست تكون بيها معايا وكهما طلبه منك شيء، وانا اون كونتر بارتي كيفاه هي كيكا معناها، ونجم نقدم حاجات ما اكثر الجلوفيت اللي نلقاها هي مريقله معايا. فماشي صديقه نو 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 يستحيل، حتى كي يكون صديق ويتقرب لك راه يتقرب لك على حاجه، ماهوش على صديقه صديق تحبني ونحبك، فما صديقه كان امك ثم امك ثم امك، رد بالك قل لك صديق ونوم فماشي صديق. سمحني بنيتي يعني مش متشائمة، لكن هذيك الحقيقة، حقيقة مرة لازم نقولها عليه، نغطوش عين الشمس بالغرب اللي بتغطاش. هني قلت لك أمك، حتى كي توجعك أمك معناها راهي تنصح فيك، أنت ما تتقبلهاش من بعد تفيق اللي هي أمك راهي تنصح فيك، أمك راهي تحبك، أمك راهي صديقتك، أمك راهي أختك، أمك راهي كل شيء، أمك كل جناح اللي مغطيك من كل الحاجات الخايبة، فهمتني؟ واللطف عليك من الحاجات الخايبة، لكن ما فماشي صديق، والله ما فماشي صديق، أنا عرست عمري 16 سنة جبت ولدي هو صديق، فهمتني؟ وبالرغم النقد متاعي ما يقبلوش، طيب ولدي عنده زوج صغار ما يقبلش النقد متاعي. هذه كانت بعض الآراء وجهات النظر في موضوع الصديقة، هكا عبروا فملي مدام الأخيرة يظهر لي لفتت لك انتباهك أستاذ فيصل اللي قالت والله ما فماش هي تحلف والله ما فماش صديق وتكلم بعدها ودي جبته عمره 16 سنة هو صديقي، إذا ودها صديقة ما تحلفش والله ما فماش صديق. هذه هي التناقض على كل مش مشكلة. خلينا ناخذ ساعة رأي سي مصطفى، خلينا يستنى فينا برشا. مرحبا من جديد سي مصطفى. الو، ما نعرفش التليفون سي مصطفى مازال معنا بالتليفون ولا لا، نعاودوا نتصلوا به اذا كان ما عادش معنا بالتليفون. نرجع معاك استاذ فيصل، الشهاده نتاع المواطنه اللي قالت والله ما عادش فما صديقه وصديقتك ما تنجم تكون كان امك، وبالنسبه لها هي ولدها هو صديقها، وتقول قبلها ما الصديقه الوحيده هي ام، اذا فما الام وولدها اذا فما صداقه، حتى ولو حصلتهم في ام الام الأم ثم أم ثم أم وبعد تقول ولدي هو صديقي، ما تنجمش تحلف أنا على الحلفان، لأنه في تونس عنا سهولة الحلفان، نحلف على أي على كل حاجة شيء. على نحلف على حاجة وفي لحظتها نتبدل ونعطيه موقف. يليت التوانسة واللي يسمعوا فينا يبطلوا يحلفوا ويستعملوا والله في كل شيء. نرجع للميكروتوتوار والمداخلات. فما سيمة عنا في مجتمعنا التونسي، وهذه تفرق بين إنسان وآخر، هي عدد الكلمات اللي يملكها أي إنسان باش يعبر عن موضوع معين. يظهر معنا مجتمعنا التونسي عدد الكلمات محدود برشا. فما اللي يدور حول 500 كلمة والآخر 1000 كلمة والآخر، رغم اللي اللغة العربية فيها 12 مليون كلمة، لكن اكتساب الكلمات بحيث كي نعبر على موضوع بعض مرات نستعمل كلمات متناقضة، ونستعمل نحب نعبر على شيء وما نلقاش له كلمات اللي تواكبه. أكثر المدخلين مثلا عوض ما يتكلم على العلاقة يحط كلمة صداقة. العلاقة يمكن تودي، فما علاقات تؤدي إلى صداقات عميقة، فما علاقات زمالة، علاقات صحبة، علاقات دراسة، والعلاقات نجم تكون ممتعة. إذن العلاقة مش معناها صداقة، ولهذا كي نستعمل صداقة
فما اللي يقول لك صداقة مصلحة، علاقة مصلحة. فما اللي يقول زادة من بين الشهادات، فما اللي يقول إن شاء الله تقعد صداقة المصلحة هذه نستحقوا بعضنا في المراجعة. فما مثلا يقول صداقات المصلحة، وأنا بودي صداقات المصلحة. إذن شفت نستعمله في كلمات في غير مواضعها، وتصبح المفهوم الصداقة، الكونسبت مفهوم الصداقة غامض، ما عادش فاهمين علاش قاعدين نتحدثوا. الصداقة فيها كلمة صدق، الصداقة هي العلاقة اللي تتواكبها صدق، صدق في التعبير عن المشاعر، في صدق في تقبل الآخر. رسولنا عليه الصلاة والسلام عنده 10,000 صحابي، نعده الآن حوالي 10,000 صحابي. الصحابة شيء، الصحبة شيء، صاحبوا هذوما الناس صاحبوا رسول الله بدرجات مختلفة. لكن الصديق عندما نقوله الصديق، صديق الودود اللي رافقوا في الهجرة، واللي صدقوا لما قالوا له في مكة، قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إن صاحبك يحكي أنه في الليلة اللي فاتت مشى للقدس وعرج للسماء، حوايج ما يقبلهاش العقل. قال لهم هو قال الكلام هذا اذا صادق. باهي سامحني استاذ فيصل، نعاودوا ناخذوا معنا بالتليفون سي مصطفى. مرحبا من جديد. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك، يعيشك يعطيك الصحه وشكرا لاتصالك بينا، ومرحبا بك على موجة الحياه اف ام. العفو، مرحبا بك. مرحبا باهي، انت كنت معنا في الاستماع، سمعت الشهادات الميكرو تروتوار هكا ولا؟ والله سمعت شوي، سمعت المتدخله الاخيره وسمعت الاخ المتدخل الان. ما فماش حاجه هكا كلمه لفتت لك انتباهك؟ والله اللي لفت لي انتباهي هو المتدخل الأخير، معناها وضع الموضوع في إطاره الزماني والمكاني وفرق. هذا الكلام يحتاج إلى دقة في المفاهيم، دقة المفاهيم. عند المتدخلين أكثر التوانسة هناك خلط كبيرة كما قال المتدخل الأخير. أنا اسمي أستاذ فيصل. أستاذ فيصل مرحبا، أهلا وسهلا. أنت تحكي على متدخل في الميكرو تروتوار ولا أستاذ فيصل؟ يحكي علي أستاذ فيصل. لا ما سمعتش خطر الاسم، عفوا. أستاذ فيصل هو مختص ومعالج نفسي، تفضل. هاو معك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أستاذ فيصل، أهلا مرحبا بك. كما قلت، ما نشكوه اليوم في الخطاب العربي الإسلامي هو غياب دقة المفاهيم عند أغلب الناس. وقلت في لقاء مع الحياة في آمة، استضافني فيه الأخ عبد المجيد فرحات مشكورة، أن الأزمة في المجتمعات العربية ليست تأتي في المرتبة الأخيرة، ليست أزمة أخلاقية وأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية بقدر ما هي أزمة مفهومية. هي أزمة مفهومية بالأساس. إذا حددنا المفاهيم اتفقنا. لماذا؟ لأن العلم يوحد ولا يفرق بين الناس. لماذا هناك كثرة آراء وتشظي في المجتمع؟ لاتوميزم سوسيال، لأننا نشتغل على مفاهيم غير دقيقة. أعطيك مثال، عندما وقعت أزمة سياسية حتى في مجال آخر غير مجالنا، هو المجال القانوني، هناك من قال انقلاب، هناك من يقولون مفاهيم معناها فلفرة. فقلت لهم، أنا عندي علاقات حتى مع رجال القانون، ما الفرق بين الانقلاب؟ ما معنى الانقلاب؟ ما معنى ترانسغريسيون خرق؟ ما معنى غصب؟ ما معنى اغتصاب؟ حددوا لنا هذه المفاهيم سنتفق. لم يحددوا إلى الآن هذه المفاهيم، مثل ما لم يحدد الإرهاب إلى اليوم في العالم. إذن الصديق نضعه في إطاره الزماني والمكاني. الصديق والصداقة هي قيمة إنسانية، وهذه القيمة الإنسانية تختلف من عصر إلى آخر. لماذا؟ لأن لكل عصر قيمه وذوقه. دونك اشاك سيكل كوريسبون اون ايتيك اون استيتيك. فالصديق في القرن 17 ليس الصديق في القرن 18، وليس الصديق في 19، وليس الصديق في الجاهليه او ما بعد الاسلام او في القرن الثاني او في القرن الثالث. اذا هناك ظروف اجتماعيه وظروف اقتصاديه وسياسيه تؤثر مفهوم الصديق حسب الحاجه المجتمعيه. اليوم ما معنى صديق؟ يجب أن نفرق بين الصديق وبين الرفيق وبين النديم وبين الصاحب، كلها مفاهيم. لو سألت
أي تونسي يقول لك لا فرق بينهما، نحن نجنح دائما إلى التعميم، ولكن هناك فروق لغوية كبيرة. لذلك أقول دائما يجب على المختصين، يجب على المختصين أن يستأنسوا بعلماء اللغة وبالفلاسفة الكبار، لأنهم يشتغلون على دقة المفاهيم. إذن الصديق اليوم نضعه في مجتمع، ما طبيعة المجتمع الذي ننتمي إليه اليوم؟ هو مجتمع استهلاكي بالدرجة الأولى، c'est une société de consommation. إذا نضع مفهوم الصديق في المجتمع الاستهلاكي. ما الذي يميز المجتمع الاستهلاكي؟ تميزه الفردانية التي أخذت مكان الأنانية التي كانت تشتغل إلى حدود القرن العشرين. اليوم نتحدث على الأنانية، على الفردانية. ما الفرق بين الأنانية والفردانية؟ الأنانية جبلة في الإنسان وفي الحيوان، بينما الفردانية هي فكر، هي اختيار. أنا اخترت أن أعيش لوحدي أو أن أعيش لعائلتي وأولادي، هذا اختيار. وما غيرني أو المجتمع الذي أنتمي إليه يأتي في المرتبة الثانية. في حين أن الإنسان مدني بالطبع، مثلما أتعامل في عائلتي المفروضة نفس السلوك الذي أمارسه مع عائلتي أمارسه مع الآخرين. إذن الصديق اليوم مرتبط بمجتمع استهلاكي طغت عليه الفردانية. وما دام هذا المجتمع طغت عليه الفردانية، من الطبع أن تسمع آراء يقول لك قل فيها الصديق، وإلا يقول لك زادة مش موجودة صديقة ما نمنوش بها. يعني لحظة إيه، ما دام الفردانية، ما دام الفردانية هي الطابع الكلي والذي يحكم المجتمع، لا يمكن الحديث عن صديق. لأنك عندما تتحدث عن صديق تتجاوز الأنانية والفردانية وتطل فلسفيا على الغيرية. معنى ذلك أنك تفكر بغيرك ولا تفكر في نفسك. سي مصطفى سامحني، نحب الأستاذ فيصل يتفاعل معك خاطر ما عنيش برشا وقت، نحاولوا معناتها. على كل تبارك الله سي مصطفى، معناها ما أتيت به أنا أستمع بخشوع بالحقيقة، لأنه عفوا نحن نتعلم منك أستاذ فيصل، نتعلم. معذرة أستاذ مصطفى، أنا كما قلت لك أن أنت أتيت باختصار وبإيجاز وبدقة لما كنت سأسترسل فيه تلت ساعتين. هي اختلاط هالمفاهيم في حياتنا اليومية. وأنا بدأت كلامي قلت اليوم السيمة في تونس أنه الناس اختصروا، بعض الناس يقولوا أنه في اللغة العربية حوالي 12 مليون مفردة، بعض الناس يعيشوا في المجتمع ب 500 مفردة ويمكن أقل. ولهذا لما يجيوا يعرفوا في بمفهوم معين تختلط عليهم الأمور ويحطوا كل شيء في نفس الحبل وبالنابل. إذن أنا كان بودي يمكن أنت تطرقت من الجانب الفلسفي وأقر لك بكل ما أتيت به. أنا سأضيف عليك يمكن ونلتقي في هذا، هي المسألة النفسية. رغم الفردانية، هذا الإضافة يمكن اللي مش نجيبها، رغم الفردانية اللي تكلمت عليها وتسيمة العصر وسيمة الرأسمالية بحد ذاتها، هناك احتياج أساسي عند الإنسان أي كان هالإنسان منذ آدم إلى أن تنتهي يريث الأرض الله الأرض بما فيها. هناك احتياج أساسي ما نسميه المعطى الوجودي، الوحدة. الوحدة هي ضمن خمسة معطيات يرصدها بعض الفلاسفة الوجودين. الوحدة، الإنسان يولد وحيدا ويموت وحيدا، وبين الولادة والموت يسافر في الحياة بشعور الوحدة. الشعور الوحدة ذي أمام معطيات الوجود تخلي نوع ما عنده من القلق الوجودي، القلق بالوحدة. يحاول يكسر هالقلق الوجودي هذا بالبحث عن مرافقة، عن صداقة. الصداقة هي احتياج إنساني. يبقى في ظل هالانفرادية اللي تقول عليها، فما الناس ما عادش عندها طاقة باش تعطي للصداقة مجال في حياتها، لأنها تركض وراء الاستهلاك، تركض وراء الكسب. إذن ما عادش اليوم
مش المفاهيم الصداقة، يمكن هذا نختلف فيه، مش مفاهيم الصداقة تغيرت من العصور الوسطى إلى اليوم، هي طاقتنا للعيش الصداقة ما عادش موجود، النفس ما عادش موجود باش نعيش صداقة، تكسر نوع ما الشعور بالوحدة أو تخفف نوع ما من الشعور بالوحدة. هذا الجانب النفسي اللي كل إنسان في الدنيا يحتاج صديق يكون كمرآة، صديق يكون مرآة وجدانية، يكون مرآة إنصات لحظات إنصات أو فرصة إنصات لما يختلجني من قلق وجداني. هذا ما عادش موجود، ما عادش متوفر لكل الناس. وأنا بديتها قلت الصداقة جاية من الصدق، هي الصدق في الإنصات والصدق في التفاعل، هذا ما عادش متوفر كثير. فما مرافقات ورفقة ونديم، وفما أوصاف أخرى للعلاقة نتعكز عليها في حياتنا، لكن الصداقة اللي نحتاجها في يومنا، نحتاجها في حياتنا، وكما قلت تخفف علينا شعور الوحدة وتخفف من قلق الوحدة، هذا ما عادش متوفر إلا من رحم ربك. يعطيك صحة سي مصطفى لمداخلتك القيمة معنا، إن شاء الله تكمل تسمعنا حتى للأربعة متاع العشية، مشكور كيف كيف، وتكون معنا في الفرص القادمة اللي علش ليه وتقترح علينا زي تبارك الله عليك، عندك زاد معرفي كبير وهذا يضيء للمستمعين ويضيء لنا كثير من فيصل. تفضل لو سمحتي أختم بهذا القول، معنا فهمتني أنا أريد من في تحليلي أعول كثيرا على الخاتمة. أعطينا فضل الصديق. إذن تطرق الأخ لكلمة الوحدة، هناك نوعان من الوحدة، هناك وحدة اضطرارية وهناك وحدة اختيارية. نحكي على الوحدة الوجودية أنا، من مفهوم الوجوديين. فيصل معذرة الوحدة الوجودية، الإنسان إذا عرفنا الإنسان تعريفا دقيقا بالنظر إلى تعريف ابن خلدون، هو إنسان مدني بالطبع. أنا عندما أكون وحدي أحمل في ذاتي قبائل وشعوب، لست وحدي، أنا أفكر بغيري، أنا ذات مفردة ولكن في صيغة الجمع، إذن الآخر دائم حاضر في. أريد أن أقول باختصار أن الصداقة هي مفهوم إيجابي في فيصل، وما زلت مصر أن لكل عصر إيتيقة واستيتيقة، ونحترم وجهة النظر نتاعك. نعم، وتعريف للمفاهيم والصديق كما قلت في القرن 12 أو 13 ليس هو الصديق الآن، لأن المجتمع يتغير. إذن الصديق كلمة إيجابية يجب أن تؤخذ في الإيجاب، وفي الدين الإسلامي نقول لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكي. هذا قول للصحابي الجليل أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. به يعطيك صحة سي مصطفى، شكرا لك. كما قال لك الأستاذ فيصل، تنجم تتواصل معنا في مختلف حصصنا من منتدى الحياة، نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم. ديما نذكركم 70 35 120 على ذمتكم، كلمونا، مرحبا بكم باستفساراتكم تجاربكم ومختلف وجهات نظركم. 6 دقائق بعد ما 3، مرحبا بكم، أنتم تسمعوا في منتدى الحياة. منتدى الحياة رجعنا لكم من جديد، نعود نرحب بالأستاذ فيصل كعبي المختص والمعالج النفسي، ونعود نذكركم أنه موضوعنا لليوم الصداقة، نحكي على الصداقة مازالت موجودة اليوم وإلا لا، احتياجاتنا للصداقة، هذه الأسباب اللي تخلينا ديما في رحلة بحث متواصلة عن الصداقة بين الرجل والمرأة، تعريفنا الساعة للصداقة، هذه اللي فيه برشا معتقدات غالطة ما نفرقوش بين المعرفة بين الصديق بين الإنسان اللي نتونس به، كما قلت أنت أستاذ معرفة متاع خدمة متاع علاقات معناتها مؤقتة مناسباتية متاع شخص ما تتقسمش معاه برشا حاجات، كيما الصديق اللي باش تعمل عليه وباش تحكي له باش يعدي معاك زادة الفترات الصعيبة من حياتك والفترات الباهية زادة في حياتك، وبرشا مواقف باش تعيشوها مع بعضكم كيف زادة الفرق بين الصداقة والزميلة. اليوم نخلطوا المفاهيم هذوما الكل، للأسف ما نفرقوش ما بين الصديق الزميل وحتى المعارف العاديين.
أنا حبيت نعرج قبل ما نرجع للنقاش على تحية للأخ مصطفى اللي كان معنا على المداخلة، مداخلته قيمة رغم اختلاف ما يمكن بسيط في بعض التحليل، وإحنا نحترم وإحنا نحترم الآراء المختلفة، اللي في النهاية نلتقي ونثمن كل الآراء اللي أتى بها، وإن شاء الله يكون معنا في مداخلات قادمة إن شاء الله. نرجع للصداقة، الصداقة ليست معتمدة على مصالح، لا أنتظر من الصديق إلا أن يكون، إلا أن يكون في وجودي في حياتي، يكون لحظات راحة. أحد الفلاسفة قال، سألوه هل عندك صديق، قال عندي صديق واحد. كيف صفاته؟ قال الصديق هذا لما تشتد علي الدنيا وأتعب أتصل بيه نقول له أنا جاي عندك، نقص الباب يحل لي، ندخل بحذاه يجيب لي قهوة ونص ساعة نقعدوا جنب بعض ما نتبادلوا حتى كلمة، بعد نص ساعة أشوف روحي مرتاح أخذ نفسي وامشي. وهذه العلاقة، صفة العلاقة الوحيدة اللي بينات، أنه إنسان أرتاح بجانبه ولا أتكلف سلوكياتي، لا أتكلف ولا أصنع الكلام معه. إذن الصديق هو الإنسان اللي يمكن نجلس معه ويمتص كل قلق الحياة، هذا اللي قلت القلق الوجداني الوجودي. إذن الصديق مش اللي نقضي لي مصالحي وقت الشدة نلقاها وقت هذه كلها صفات انتظارات يمكن موجودة في الناس، ولكن مش الصديق المثالي اللي نفكروها أنه منقذ في كل شيء. الصديق هو من أرتاح بجانبه في السراء والضراء. يعطيك الصحة أستاذ فيصل. خلينا نسمع رأي مدام سامية في الصديقة. مرحبا بك مدام سامية على موجة الحياة فان. مرحبا عسلامة مرة أخرى على موجة الحياة فان. شكرا لك مدام سامية. اليوم نحكيه على الصديقة، كنت معنا سمعت الأستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي، كيفاش عرفنا مفهوم الصديقة. أنت بالنسبة لك ساعة السؤال البديهي لليوم نسألوه للمستمعين متاعنا، تمن بالصديقة وإلا لا؟ كنت نمن بها ما تو ما عادش الحقيقة الصديقة، على خاطر كانت قبل هي ديما الصديقة عندي أنا مربوطة بالأخلاق، وإذا كان الصديق اللي اخترته يكون خلوق ورصين وحكيم ويعني وكما قال هو مش على مصلحة ولا أنا مش نصدقه باش يكسب حاجة من ورايا، تو بالعكس يعني حتى رأي أنا مدرسة ونقري في التلامذة، تو حتى الصديق يقول عندي صديق، لكن حتى كي تعطيه أنت عدد باهي غير منه، ونعرف الغيرة باية لكن الغيرة متاعه ولات حتى غيرة سلبية. مثلا صديق أنا نعرف كي صديق كيما هو كيما نفسه، معناها اللي يحب ليل ويحب الغير، وهذا إيش معناها صديق؟ تو ما تو الصديق يحب يلوج لك على حاجة يطيحك بها، حاجة يخليك مكش مرتاح في الدنيا هذه. أنا نحب الصديق كيما هو، هو الصديقة شيء جميل جدا ونسمنها ونباركها ونحبها برشا، لكن يلزمك تنتقي صديق وفي يسمو به بأخلاقك وأخلاقه هو، ويدافع عليك في حضوره حتى في غيابه وشو هو في وجهك. معذرة أنا بدي اليوم مش يمكن مع التوانسة مش نرجع وأنت مربية تبارك الله عليك، انتقاء الكلمات ومفهومنا للكلمات ضروري يكون دقيق. عندما تقول كنت أؤمن وتو ما عادش نؤمن مش دقيق الكلام هذا، قول ما زلت نؤمن بالصداقة، لأن أنا دخلت لأنك واضح ما زلت عندك انتظارات أنه يوم الأيام ربي يمن عليك كما يمن على كل المؤمنين المؤمنات بالصداقة. الصداقة كما أنت تعرف بها بالأخلاق العالية وبالشفافية. إذن الإيمان ما زال، ما تقولش كنت مؤمن وتو ما عادش مؤمن، قول كنت مؤمنة بالله وما زلت مؤمنة بالصداقة، لكن الآن مش نلاقيتها قدامي. نجم نفهمك هذا هو صحيح. واحنا ديما يقولوا ما أذيق الحياة لولا فسحة الأمل، احنا الحاجات الكل الحاجات الباهية الكل نؤمن بها وإن شاء الله ديما نقعد ونؤمن بها، لكن أنا نحكي على الظروف الحالية نتاع العيش كيفاش ولات الإنسان. أكيد. يعني كالقيمة اللي غابت خليت حتى الصديقة اللي هي تلم التآزر والتعاون والتساعد والألفة والوئام نقصت، باش ما نكونش أنا سلبية برشا ولا مش لأنه ظروف الحياة جعلت القيمة ذي ما عادش موجودة أو صعبت فيها، معناها إحنا نبطلوا الإيمان بالقيمة ذي. القيمة ذي ما زالت موجودة، وانت وجودك بحد ذاته
يخلي الامل بال لانك ما زلت تؤمن بالقيم هذه. ان شاء الله ربي يمتع كل من يعرفك. نتصورك اذا تؤمن بالقيمة الصداقة وبالاخلاقياتها، نتصور انك متعة لمعارفك. نتصورك نتصور وهذا نسموله احنا وهذا نحبوه. والمتنبش يقوله ويقول لك شر البلاد ما كان الا صديق له. يعني احنا واش خصنا كان نرجع نوليو عندنا اصدقاء يعني فعليه يساعدك ويعاونك ويسمو بك وفي نفس الوقت انت زادة تسمو به. يا ربي وان شاء الله نتمناه ترجع الصديقه اكثر من اخوه، مش هو صديقه هو مش مساله سحريه. احنا ولا بدينا احنا في الطب نقول لك، يقولوا مثال يقول لك المرض معدي والصحة معدية. اذا انت عندك صحة نفسية وعندك رغبة وعندك قيم للصداقة، اكيد انه مش تلقى في محيطك، ما نقول لك سمحني مش نكون متفائل كثير، على الالف علاقة تعملها مش تلقى حد يشابهك في الأخلاق وفي القيم ومش يتفاعل يتجاوب ويتفاعل معك وتكون لك صديق أو صديقة في مستوى الانتظاراتك. إذا خلينا نؤمن بهذا ولا نكون من يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. أنا نبحث على الصداقة، نقول أنا أرضية خصبة للصداقة، ويليت ربي وأكيد ربي يجازي كل إنسان على نياته، يليت ربي يجازيني بعلاقات تكون في مستوى انتظاراتي. وهذايا أنا نتمنه لك، وأكيد أنه حولك من يتمتع بنفسيتك وبشخصيتك وبإيمانك وبأخلاقك، وربي إن شاء الله يجازي بيك كل إنسان طيب. وان شاء الله يا ربي واحنا بطبيعتنا كم وربين حاول نزرع القيم هذه ونغرسها في صغيراتنا باش هما بيدهم يلقاو اصدقاء وترجعك القيم والاخلاق هذيك ونعيشوا في ألفة وفي وئام. شفت يعني انت زرعت الامل فيا. زرعت الامل فيا وان شاء الله زرعت الامل في المستمعين الكل. لما تقولي مربية وعندها عزيمة أن تزرع الأخلاق، نقول غدوة تونس بخير إن شاء الله. هذاك هو بإذن الله. وكما نختم إن شاء الله بالش يقول الإمام الشافعي، يقول فسلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. الله يعني أكبر. تعود إن شاء الله يا رب. تعود هنا بتأني. فسلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. الله أكبر عليك. يعطيك صحة مدام سينيا، سمحنا كلمنيك وانتي في القسمة. عايشك ربي خليك. اي ربي خليك عديتهم تمرين وهني كلم فيك. عايشك شكرا لك ربي وفقك ان شاء الله في العمل ان شاء الله. وتحية من خلالك انتي لكل المربين الأساتذة والمعلمين، ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله ربي يوفق التلامذة اللي قاعدين يعديو في الامتحانات. نرجع معك استاذ فيصل. هي مدام سينيا عملت عمل جليل أنها وسعت القسم، عندها قدامها في القسم يمكن 30 تلميذ، الآن وسعت هالقسم ذا باش يشمل المجتمع القيرواني كله. قسمها ولا المجتمع القيرواني. تبارك الله عليها، تدخلها زاد ثمين وهداتنا معناها على الأقل مفاهيم راقية للقيم اللي مفروض تشوب الصداقة وضرورة الصداقة كما قال الإمام الشافعي. لا تعمل الحياة إن لم يكن فيها صديق. هذا شيء ضروري أنه نكون واضحين في حياتنا، ويمكن ضعف أو فقر العلاقات الاجتماعية اليوم وسأمتها، لأنه ما عادش نلتفت إحنا للصداقة. مش لأن الناس كل تشكي أنه ما عادش فما صديق. هل أنت اللي يشكي ما أنه ما عادش فيه أصدقاء؟ هل أنت كفأ باش تكون صديق؟ هذا الإنسان يسأل نفسه. لا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. هل أنا أعديت في نفسي نفسيا قيم عليا من الصدق، صدق الشعور وصدق القول صدق المشاعر؟ هل أنا كفأ باش أكون صديق لشخص آخر أو لا؟ هل أرضيتي ونفسيتي قادرة تعكس هالقيم العليا ولا لا؟ مشني نطلب من الآخر اللي أنا مشني قادر نعطيه. بيفسد خلينا نحكي شوية على الصداقة بين الرجل والمرأة، خليني نقول فما جدل كبير في الموضوع هذا. فما بعض الآراء اللي تقول أنه الصداقة بين الرجل والمرأة عادة ما تكون ناجحة خير من صداقة المرأة للمرأة.
هو ظروفنا الاجتماعية وعلاقاتنا الاجتماعية قيمنا الاجتماعية ينجم الراجل والمرأة يتعرفوا، ينجم الراجل والماء، لكن الصداقة هي أرقى من المحبة. وأنا على الأقل اجتهادي الخاص ومقولش نعملك الحقيقة، نقول مفهوم الصداقة المجال الوحيد اللي تفتح فيه فضاءات النفس للصداقة بين المرأة والرجل هي مؤسسة الزواج، لأنه الصداقة تتطلب disponibility، أن يكون إنسان فاضي للآخر. وقت اللي الضيق به الحياة يلتجئ لصديقه كأنه يلتجئ لموطن آمن، هو الموطن نلقى فيه الأمان، هو الموطن الذي نلقى فيه الصدق، هو الموطن الذي نلقى فيه، وهذه مهمة جدا، التقبل، أنه الآخر يقبلني كما أنا، ما يشرطش عليا أن نكون كذا ولا كذا باش يقبلني. بي أستاذ نقرأ لك تفاعل توا من عند مدام هيلة تجاوب على كلامك، تقول لك الصديقة في تونس أصبحت قائمة على المصلحة خاصة في أسسها، من الأول المفهوم اللي عديهون أوليائنا، صاحب القراي المنظم اللي في نفس مستواك ولا اللي خير منك، كيف كيف قالت زيدة صديقة ولد ظرفية، صديقي خاطر يقرأ معايا خاطر يخدم معايا، ولهنا المشكل في التسمية. تقول زيدة كأنه الصديق أصبح شيء وليس شخص نتشاركه معاه في قيمة واختيارات وأفكار فقط. هذا جاوبنا عليه من الأول للبرنامج، قلنا فما خلط في استعمال الكلمات، في عوض ما تقول العلاقة تقول الصداقة، الصداقة عندها مواصفاتها. إذن الصداق الصديق اللي متاع المصلحة هو علاقة متاع مصلحة، عندها علاقات الزمالة وعلاقات صديق. العمل وعلاقات المصلحة وعلاقات القضية النشور ولكن كأنه نوع ما من الإسهال والاستسهال في استعمال كلمة، قولك عندي صاحبي ولا صديقي في المصلحة الفلانية ويمشي يقضي لي قضيتي. الصداقة عمرها ما كانت لقضية الأشوار. بهما الصداقة عندها مواصفات كما قلنا، موطن للطمأنينة، موطن للشفافية، موطن للصدق في القول، موطن لأني أسقامي أمراضي النفسية تلقى لها علاج من خلال الإنصات، الإنسان إنصات الصادق. هذا الديسبونيبيليتي، وبدينا على الصداقة بين المرأة والرجل، ونقول خارج مؤسسة الزواج صعيب باش تلقى ديسبونيبيليتي في المرأة للرجل ولا الرجل للمرأة في كل الظروف، إلا في مؤسسة الزواج يمكن العلاقات الزوجية ترقى من حتى أرقى من المحبة إلى نوع من الصداقة، وهذا سعدهم اللي عايشين الزواج وهما أصدقاء. باهي أستاذ ناخذ معنا تليفون آخر. سي محمد صالح مرحبا بك على موجات الحياة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بإذاعة حياة فام وبالسادة الحضور وبالسادة المستمعين أيضا. مرحبا بك أنت زادة، شكرا لك لتواصلك معنا. كنت تسمع في الأستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي يحكي على الصداقة، اليوم موضوعنا في منتدى الحياة. حبينا ناخذ ما شاء الله، يبدو أن الأستاذ معناتها جمع فأوعى وأعطى الموضوع ما يستحق من الشرح والتفصيل، ولكن فقط أريد أن أضيف بعض الأشياء اللي هي في علاقة بطبيعة الحال بالوضع خاصة اللي نعيشه اليوم، خطر تعرف اللي القيم بصفة عامة أستاذي الجليل والسادة المستمعين جميعا هي المهتزة هذه الأيام، و أصبحت يعني عملة نادرة باش تلقى يعني هذه النعمة متوفرة لدى عدد كبير من الـ الناس. قلت نعمة لأني أعتبرها أن الصداقة هي من أكبر النعم التي قد يحصل عليها الإنسان، يعني وكما يقال يعني هي احنا نقول عادة على الصحة هي نعمة لا يشعر بقيمتها إلا الذي يفقدها، فأنا أقول أسحبها على الصداقة، فأقول أن الصداقة كصحة الإنسان لا يشعر بقيمتها إلا اللي يفقدها. يا جماعة أنا ما أتصورش روحي من غير صديق مثلا، لأن الصداقة هي أسمى العلاقات بين الناس، وهي كما قلت من أكبر النعم، لأنه عن طريقها يشعر الإنسان عادة بالأمان، ويشعر أن هناك شخص على الأقل يقف بجانبه ويسانده، و
وأعود فأكرر ما قاله الأستاذ، يعني من أعقل الصدقات أختي الكريمة أن أحيانا نراه، تشوف إحنا نقول مثلا شقيق وصديق، الشقيق هو الأخ يعني أقرب الناس ليك، ينجم يكون زاد والدك أو أمك أو أحد أفراد العائلة، ولكن لا يمكن أن يحتل مرتبة الصديق رغم المعزة بتاعه. تعرفش لماذا؟ لأنه الصداقة عندها مقاوماتها وهي لا تتوفر إلا عند الصديق، يعني كل واحد يقول احنا في بلاستو، وهي من إذن هي من أسمى العلاقات ومن أنبليها، بحيث الإنسان يلقى لشكون يحكي مع شكون يفضفض مع شكون قذا. وعجبتني الإشارة لأنه تنجم تكون الزوجة أو الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، ولكن هذا ينجم يكون طرف ثاني يعني بعيد، ليس بالضرورة يعني من أفراد العائلة كما قلنا، وعندما يكون من أفراد العائلة ربما هذا عامل مضيف أو قيمة مضيفة أو مضافة. هو معناه بناء على إضافاتك وبارك الله فيك، وبناء على ما تقوله مسألة القيم، ينجم ناس تكون في نفس العائلة ولا يحملون نفس القيم، مش مسألة التربية. أحد الأصدقاء وأنا أحد النعم اللي نعم بها الله علي في حياتي طعم الصداقة. أحد الأصدقاء وهو توفى الله يرحمه ونذكره بالخير اسمه محمد مجدي رياض الله يرحمه، قال لي كلمة في الثمانينات، قال لي الأهل مش اللي تورثناهم بالدم، معناه حليت عيني نلقاهم بجنبي أخويا وأختي، والأهل مش الأهل هم اللي تختارهم في حياتك حيث يصبحوا عائلتك حقيقة، الصديق هو اللي يصبح عائلتك حقيقة. يمكن واحد يحمل نفس اللقب متاعك ونفس الاسم ونفس البو ونفس الأم، ولكن لا يرقى إلى مرتبة الصديق، بينما الصديق يرقى إلى كل المراتب العائلية، يولي بوك وأمك وكل ما هو وابنك وجدك، كل المراتب العائلية ينجم يستحقهم، لأن الصداقة هي اللب، هي الأصل. يمكن خوك ينجم يرقى إلى مرتبة الصداقة، ولكن الصديق يرقى كل المراتب بغير حواجز. وشكرا على إضافاتك وعلى إنارتك وبارك الله فيك. إذا تسمح وأختي الكريمة، أي ما دمت أنا يعني من عالم التربية وأنا مربي قبل كل شيء ومتحصل على شهادة في علوم التربية والتربية علم النفس بصفة عامة وميداني التربوي بالأساس، فنحب نضيف كونه أحد العلماء المعاصرين يسمى إريكسون، عند ترتيبه لمراحل النمو أستاذنا الجليل في المرحلة السادسة اللي هي تقريبا من 20 إلى 30 سنة، يقول أن في هذه الفترة يعني بعد أن يبحث الشخص عن كينونته وعن ذاته وعن واحد، فيبدأ في بناء العلاقات الصحيحة يعني التي ستدوم وتتواصل معه ما دام حيا. يقول أنه في المرحلة السادسة هي مرحلة يسميها مرحلة الصداقة، يعني وكأنها مرحلة بذاتها كما قلنا ليست يعني في مجال سن معين، ولكن تتواصل معه كما قلت حتى يكبر. فهذا دليل على أنها في علم النفس هي يعني جزء من كينونة البشر، وذاك علاش عندها مقاوماتها وعندها كما قلنا الإضافة متاعها، وكما يقال الأفضل الأصدقاء يقول لك هو الذي يسمع ما لم تقل، أيوة يعني الخاطر يعني حس بيك يقول واحد، مش شفافية شفافية الإنصات يصبح يعني. لكن أنت ذكرت إريكسون على كل، لكن هي استجابة لاحتياج في مرحلة عمرية معينة، لخصت أنت في المرحلة السادسة لسلم إريكسون. بارك الله في التذكير هذايا،
ودائما مساهماتك مرحبا بك، ان شاء الله تكون دائم معنا في المشاركه. فقط في سي محمد في ختام المداخله نتاعك، عندكش تحيه لاصدقائك ولا لصديقك المقرب المفضل؟ شكرا والله، نعطيوك الفرصه. هذا من حسن اخلاقك انه فرصه يعني ثمينه ليتوجه لكافه اصدقائي، كما قلنا رغم اللي قلنا راهي سلعه نادره في زمن انتشر فيه كما قلنا حشيكم النفاق والكذب، ولكن راهم موجودين الاصدقاء ولابد من برشا. والحمد لله والحمد لله. هي معارف ولا اصدقاء؟ والله انا اعتبرها اصدقاء وافرق بين المعارف والاصدقاء. أوكي. ولكن كما قلنا ما همش، لان نثبت معاكم بس عرفت مقصودك وقرات ما وراء السطور. أيوة. يعني كما قلنا ليسوا بالعدد حتى نقول الوافر، ولكن والحمد لله الانسان عندما يكون صادقا ربي يدوم عليك النعمه هذه. الصداقه اولا اذا كنت صادقا مع نفسك فاكيد ستجد من يكون صادقا معك. سي محمد صالح، سي محمد صالح، نعم. تعمل لهم نعم. ديديكاس تحب تسميهم الكل، تحب ما تسميش باش ما يتغشوش عليك؟ والله حتى لا يغضبوا جميعا فاقول على الهواء مباشره تحيه لكل اصدقائي وصديقاتي، وكل صداقه مبنيه على النزاهه والاحترام المتبادل وبدون خلفيات وبدون لا مطامع ولا منافع ولا دون ذلك. والحمد لله كما قلتهم عديدون حتى لا أقع في إحراج. ما نعملكش مشاكل مع أصحابي. وأنا عجبني أعجبني أصدقائي وصديقاتي. أي معناها طبعاً أنه فما صديقات زادة. فما صديقات. وهذا جيد وهذا جيد. أي نعم نعم. هذا جانب تفاؤلي. أيه. وصدقا أحييك على هذه الروحية. شكرا. وربي شكرا. ينعم كل أصدقائك بك. حتى أختم معك يا أستاذ وأختي الفاضلة. أختم ببيت شعر يقول: لا شيء في الدنيا أحب لناظره من منظر الخلان والأصحاب. الله. شكرا لك سي محمد صالح، تحيه كبيره لك، وان شاء الله تحيتك انت لاصدقائك تكون وصلت. احنا مازلنا واصلين معكم المشوار من توا حتى للاربعاء نتاع العشيه، من 3:29 دقيقه. منتدى الحياه مازال متواصل معكم حتى للاربعاء. رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياه، من 3:37 دقيقه. مرحبا بكم للناس الكل، انتم تسمعوا في منتدى الحياه. منتدى الحياه، منتدى الحياه. رجعنا معك للنقاش أستاذ فيصل. نعود نذكر الناس اللي تحقوا بنا في الاستماع، موضوعنا لليوم الصداقة. كنا سمعنا أكثر من 3 شهادات لمختلف المستمعين، كل واحد عنده هكا تعريفه للصداقة، كل واحد ووجهة النظر متاعه. نرجع معك أستاذ فيصل في ختام المداخلة متاع سي محمد صالح، كان أشار للأصدقاء والصديقات، وأنت كنت قلت أنه من باب معناتها التوازن، وإلا معناتها حاجة تفرح وقت اللي نلقاو أنه فما تعددية في الصداقة، فما أصدقاء بنات وفما أصدقاء وصديقات. أنا علاش أكدت معاه قلت له أصدقاء ولا معارف، لأنه رفاق طريق هل هم يعدوا أصدقاء؟ مرة أخرى نرجع للمفاهيم، وأنا لا أشك أنه الأخ محمد صالح يتكلم على الأصدقاء، لا أتدخل في هذا الإطار. وارد أن يكون عنده أصدقاء وصديقات، وارد. أنا مرة أخرى لا أملك الحقيقة، وإنما حبيت اليوم أن باش نرفع من المستوى من التشاؤم الموجود في مجتمعنا، أنه الأصدقاء ما عادش موجود، لأنه الأصدقاء تتطلب قيم كبيرة، اللي بعض المدخلين قالوا فيه، باش نرفع هالتشاؤم هذا نقول يا ضروري أنه نكون دقيقين في استعمال الكلمات. عندما نتحدث على رفقاء ولا زملاء، وزملاء وأنا عندي علاقة جيدة معهم، ما يتسموش أصدقاء. معناه الصداقة هي مرتبة من المراتب العلاقات الحياتية الاجتماعية، مرتبة راقية في كل العصور، مرتبة راقية من العلاقة تتخللها الود والمحبة والشفافية والصدق، الصدق فيما يقال والمصداقية لما أقول. يا أنا بديت بكري في أول البرنامج أتحدث على أبو بكر الصديق. علاش صديق؟ لأنه صدق الرسول فيما لا يصدقه فيه المجتمع كله، والتصديق أعمى بالكامل. مدام قال الرسول كذا وهو شيء غير عقلي، قال إذن صدق. إذن الصديق هو من يصدق ما أقوله وما أشعر به، ويأخذ على مسألة التقبل، الأكسبتاسيون، أني أتقبل الآخر كما هو، لا أشترط فيه أن
أن يفعل شيء أو أن يكون على شاكلة معينة. هذه الصداقة إذن علاقة شفافية راقية جدا. قبل هالعلاقة الشفافية فما مراتب أخرى، الرفيق والصاحب والزميل والنديم أنا فما مراتب أخرى لها مواصفات أخرى. إحنا نتحدث عن الصداقة، وإن شاء الله نبقى متفائلين، وعندما أشترط أو أنتظر أو أبحث عن الصداقة ضروري أكون أنا أرضية تحمل القيم وتحمل الشفافية وتحمل القبول بالآخر المختلف. الصديق مش اللي مثلي يحمل نفس الأشياء والخصال يكون نسخة مني، الصديق نجم يكون مختلف بالكامل عما أنا عليه. الصديق هو من يتقبلني في اختلافي، وأنا أكون أتقبله في اختلافي. الصديق لتوليران اللي عنده فسحة من التقبل، لتوليرانس فسحة من التقبل تسيبة. اختلاف ونعايش الاختلاف براحة، مش اختلاف عن مضض نقول هو مختلف ومقلقني لكن قابله، لا، الاختلاف والتقبل، التقبل الكامل. هذه هي سمة الصداقة. وموجودة، باش نكونوا واضحين، موجودة في كل العصور وموجودة اليوم، لكن لازمني نكون مرة أخرى راداراتي مفتوحة وأنا عندي قابلية للتقبل وعندي قيم. وأكيد لو نلتفت حولنا نلقى ناس يمكن في هذا المستوى من القيم والتقبل والقيم الرفيعة بين النساء وبين الرجال. معنا مدام السيدة، مرحبا بك على موجة الحياة فم. أهلا بك سوار، مرحبا سوار، مرحبا بك فيصل. يا مرحبا السيدة. يعيشك سي فيصل، حقيقة بالحق يعني نسمع أنا برشا أخصائيين في النفسيين بالحق، ثانية من الناس اللي يعجبوني يقنعوني برشا بالحق، نقعد من هكا نتمتع هكا كي نسمعوا. هذا من حسن أخلاقك. يعيشك يعيشك والله، من عرش أنا تركل عليك ويعطيك الصحة وربي يوفقك ديما. وصار من كل ظروف تمنعني ولا مدبير أني حضرت في المحاضرة اللي باش تلقيها في صالة هجر، إن شاء الله نحاول. إن شاء الله إن شاء الله فرص أخرى على كل، إن شاء الله تكون على سمحتي زادة موجودة باش ينتفع بها أكثر عدد ممكن. شكرا. يعيشك الله يخليك سوار، مرحبا بكم. مرحبا يعيشك مدام. وانا بالحق نحكيو على الصداقه، قبل ما نبدا الصداقه انا عندي اصدقاء اعلاميين، اصدقاء بالحق اصدقاء، معناها خلينا من اللي نكلمهم وقت البرامج ولا كده. انا بالحق عندي اصدقاء صداقه كبيره كبيره كبيره، معناها عباره كانه من العائله، من اللي ذاعت الكل الثقافية الشباب مستير سفاقس، يعني بالحق معناها عندي برشا أصدقاء. والصديقة صحيح وراه مش كل علاقة تتسمى صديقة، هي صديقة جاية من الصدق كما قال، من الصدق والمصداقية. أحيانا تلقى إنسان تتواصل أنت ويا زميل مثلا، تعمل تقعد أنت ويا في صالون ديتي تشربوا قهوة، تخرجوا تعملوا شوبينج، يعني هذايا مش معناها صديق. الصديق هو اللي تحكي له أسرارك، الصديق هو اللي وقت الضيق، الصديق هو اللي يسمعك. لكن يلزمنا نحسن الاختيار، خطر الإنسان اللي يحسن الاختيار في الصداقة مش أي إنسان يكون صديق معناها. والصديق يتفق معاك في الاختلاف، صحيح نختلف معاه ويختلف معايا في الرأي، أما ماذا بيه من نفس المستوى الأخلاقي، من نفس المستوى متاع التربية، هذه يلزمني أنا زادة نختاره بصراحة، خطر مش أنا في مستوى وهو في مستوى كيكا، ما نجموش نتفاهمه، ربما يتسببني في مشاكل. وأنا عندي أصدقاء بالحق وقت تكون عندي مشكلة أو متقلقة، ما نرقب إلا ما نطلبك الصديقة هذيك، وصديقتي الدراسة، صديقتي الدراسة إلى حد الآن صديقتي، عندي يعني نحكي لها كل شيء، نتفرهد وقت اللي نحكي معاه، كون عندي مشكلة ولا عندي حاجة يعني نحكي معاه نتفرهد.
فرحك. الصديق اللي بونج يمتص لي قلقي وقت اللي ظل معناها مشوشة الأفكار. هذا إيش نقدر نفهم من كلامك أنا؟ أكيد كأنه كل بونج يمتص لك القلق متاعك الوجداني. لا ويفهمني معناها يجب الصديق يتفهمني ويجب الصديق يحفظ أسرار. هذا ما سميته أنا التقبل، أنه صديقي يتقبلني في اختلافي. أي لا ويجب يحفظ أسراري زادة. مش زادة مش كل إنسان كما قلت لك تشرب مع قهوة تقول لا زي صديق وأنا عشرته توا 5 سنين أو 6 سنين تولي تحكي له كل شيء. لا راهو إذا خرج السر من سنين ما عادش يولي سر. معناها يجب يكون بالحق صديق في الصدق في المواصفات الصدق ومواصفات المصداقية ومواصفات هذه الكل أخلاقية وكل. بس أنت كل الوقت تحكي له أسرارك مش أي صديق معناها. صحيح. هو فما كلمة في الفرنسي تسمى ديبوزيتير. ديبوزيتير هو الموضع المكان اللي نحطه فيه شيء ثمين، ولهذا ما تسميه أسرار. هو الصديق ديبوزيتير معناه نحط فيه كأنه صندوق أمانة. الصندوق الأمانة إذا أنت ما عطيتوش سر، هو عطيته مظروف أيا كان شنو المظروف فيه، حطيته في صندوق الأمانة وتعرف أنه أمين على الشيء ذاك، مش يرجع لا يستعمله ولا يضيعه لحد آخر. خطر الصديقة طوى سيفيصل بالحق. أنا شفتها معناها عندي أصدقاء تلقي صديق وتقول يا محلية زي وفي الأخر يخرج لك أسرارك يحاول باش هذا غير أمين. يعمل الفتنة بين الأصدقاء. ولهذا مش أي إنسان تلقاه على الفيسبوك ولا عمل تسمعه في إذاعة ولا تقول هذايا ليه صيّصي هذايا صديقي. لا 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 الصديقة راهي كبيرة برشا، راهي كبيرة. لا 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 مش أي حاجة أي إنسان تقول هذا صديقي. لا معناها موضوع كبير. قداش من صديق عندك في حياتك؟ في حياتي ما برشا أصدقاء. أنا صديق صديق. قلت لي برشا معارف. برشا معارف أما صديق صديق برشا معارف. قداش من صديق برشا معارف ولا صديقة؟ حتى إعلامي برشا معارف سواء بالدراسة سواء إعلاميين. عندي برشا أصدقاء. لكن الصديقة اللي نأتمنها على كل شيء ونحكي ديما معها هي صديقة الدراسة هادية مدام هادية من نابل. أما عندي أصدقاء وعندي أصدقاء من بوفيشة يعني ثم شفت يا مدام صديق. يا مدام سيدة أنت معانا أكيد من أول البرنامج وأنا من أول البرنامج نحاول نقول خلينا دقيقين في المفاهيم. لما نتكلموا على المعارف والرفاق برشا يمكن عندك معارف كثيرة في حياتك، لكن الأصدقاء قلت عندي واحدة برك من نابل. خلينا كلمة الصداقة نعملها للي تسميه صديق. أنت عودتها 3 مرات صديق. هل التأكيد على الصداقة هو اللي يستاهل كلمة الصداقة والبقية عندك معارف كثيرة؟ عندي معارف كثيرة. اي ما نسميش عندي أصدقاء برشا والصديق الصديق الصديق ما فما كان واحدة برك. صحيح سي فيصل المعارف صحيح، لكن راهو حتى المعارف حتى اللي تسميهم انت معارف وعلاقات معنا تسميتهم انت علاقات زادة مش اللي يجي زادة ما نختارش هكاك اي انسان زادة اي انسان وكل هذا باش نعمل معاه علاقة. لا أكيد أنا عندها مراتب هذه الرفيق والنديم والحبيب والمراتب. حتى قصة الحب ما تسميش صداقة. قصة الحب تنجم ترتقي باش تولي في وقت من الأوقات علاقة صداقة هي أرقى المحبة. إذا كان قصة حب بمفهومة صحيح وعلاقة كبيرة وقصة حب هذيك تسمى علاقة كبيرة نجم ترتقي بعدها إلى مرتبة الصداقة. أنا نحب حطيت الصداقة أرقى حتى من المحبة. أكيد فيصل يعطيك الصحة. أنت زيدة مدام سيدة مرحبا بك ديما معنا في البرنامج. الله يخليك يا سوار وتحية لكم الكل. شكرا. كل اللي حياة أسئم ومحليكم بالحق. صدقني أصوات إذاعية بالحق. عندكم أصوات إذاعية جيدة جدا. معناه اختيار اللي عملكم الكاستينج بغفو ليه بالحق، لأنه قارئ الأخبار حسان ما شاء الله عليه. أنت عندك صوت إذاعي. شكرا لك. على الأخر حلو برشا. تحية للزميل حسين النبتي في قسم الأخبار. بديت نغير أنا. ليه
انا قلت لك من الاول. شكرا نمزح معك. شكرا بارك الله فيك. انت مدام سيده محليك ان شاء الله ديما موجوده وان شاء الله ديما تكلمنا في مختلف الحصص في مختلف المواضيع. كيف كيف زاد انت تعرف طرق التواصل معنا اذا كان عندك اي موضوع تحب تسمعه. تكلمنا ديما 70 35 120 على ذمتك. سينو تبعث لنا ميساج تكتب لنا كومنتير. طرق التواصل معنا عديده ومتعدده. يعطيك الصحه مدام سونيا. يعطيكم الصحه مدام سونيا غلطه في الاسم مدام سيده. تحية لسونيا جبالي الأخصائية والمعالجة النفسانية اللي تكون إن شاء الله غدوة معنا في البرنامج. عندي خلط هنا في الأسماء. جاوزنا الخلط في المفاهيم بين الصداقة والمعارف. أنا قعد لي الخلطة ذي بين الأسماء. إن شاء الله نحاول نديركم. أنا نحب أن يمكن نعرج على بعد ما أتت به مدام سيدة ما يتعارف عليه في كل الإذاعات في كل البرامج. يقولك أصدقاء البرنامج. كلمة الصداقة نستعملوها في صديق الإذاعة وأصدقاء الإذاعة. إحنا نستعمل الكلمة على الأقل لنا نقول نبرر هالكلمة أصدقاء الإذاعة والأصدقاء البرنامج كما مدام سيدة صديقة البرنامج هالبرنامج ومدام روضة. تحية مدام روضة الكبيري صديقة البرنامج. فما أصدقاء أكثر للبرنامج. عندما نقول الصداقة ننطلق من صدق على الأقل ما ننبس به في هالبرامج هذية. صدق مشاعرنا وصدق توجهاتنا في قناعاتنا وفي المعتقدات اللي نحاول نصلح فيها ونوضح بعض المفاهيم باش حياتنا الاجتماعية تصبح أكثر راحة بأكثر نلتقي في مفاهيم واحدة مش كلمات نستعملها على كما جات. معناها الواحد كأنه إسهال كلامي. اليوم طرقنا يمكن موضوع الصداقة وقلنا أنه فما أنواع كثيرة من العلاقة وما نسميش كل علاقة مهما كانت درجة المتعة فيها مهما كانت درجة المودة فيها ما نستعملش كلمة صديق لأي علاقة كانت سواء كانت في العمل في الحياة الاجتماعية. الصداقة هي مرتبة عالية يرقى إليها الإنسان ويتدرج للوصول إليها الإنسان. تتطلب الشفافية تتطلب الأخلاق العالية تتطلب الصدق في المشاعر الصدق في تلقي الآخر بعيوبه ومحاسنه باختلافاته وبموافقاته في أرائنا. إذن الصداقة هي جهد مرتبة يصل إليها الإنسان بعد جهد. أي كان اللي أمامي مرأة أو رجل صغير أم كبير تنجم تكون صداقة بين أعمار وإحنا ما تطرقناش للموضوع هذا. يمكن صداقة بين أعمار مختلفة بين إنسان كهل وشاب ولا شابة. إذن المسألة مش مربوطة بالأعمار مش مربوطة بالجنس مش مربوطة بالمستوى الثقافي. نجم يكون بين مثقف وعامل يومي وموجودة الصداقات هذه كلها ما عندهاش علاقة بالمستوى التعليمي ما عندهاش ما عندها علاقة بمرة أخرى بصدق التوجه عندها علاقة بصدق المشاعر عندها علاقة بالأخلاق العالية. ما فماش غدر ما فماش ما نجمش قول صديق وغدرني. إذن ما كانت صداقة كانت شيء آخر. الصداقة هي احتياج إنساني أكبر ما تكون احتياج إنساني كما قلت يقلل من القلق الوجودي اللي يرافق الإنسان منذ ولادته لأنه نولد وحيدين ونموت وحدنا نموت وحدنا نتولد وحدنا عندما نتولد وحدي نتولد من كرش أمي وعندما نموت لحظة الموت تكون وحدي. الوحدة هذه اللي ترافق حياة الإنسان حسب الفلاسفة الوجوديين نحاول نخفف على الوحدة ذي بالرفقة الحسنة وبالصداقة. الصداقة هي أرقى المراتب العلاقاتية اللي يمكن تمتص شيئا ما من القلق الوجودي عند الإنسان وتخليه طاقة الحياة يوظفها في السعادة في البشاشة. علاش الصداقة هذه علاش الصداقة مريحة وتضفي نوع ما من السعادة في العلاقة لأنها تمتص القلق وتخلي الإنسان أكثر قابلية باش ينفتح على الحياة وينفتح
على ما نسميها أنا لي كونترانت اكستنسيال، هي الضغوطات الحياتية، لأنه حياتنا اليوم فيها ضغوطات والريتم تاع حياتنا ونسق الحياة متسارع يولد أكثر قلق، ومن هنا تجي رغبتنا أو احتياجنا إلى أكثر فضاءات تشوبها الصداقة باش تمتص هالقلق الوجودي هذا اللي يجي في حياتنا. نتمنى لكل المستمعين والمستمعات أن ربي يرزقهم بأرضيات كالمرآة تشابه نفوسهم، وأرضيات تمتص شيئا من القلق الوجودي باش تضفي السعادة على حياة كل إنسان إن شاء الله. أمين إن شاء الله. يا رب يعطيك صحة أستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي، كنت معنا من بداية المشوار الملتقى، إن شاء الله يكون معك نهار الاثنين كما تعودتوا بنا في منتدى الحياة من ماضي ساعتين وربع حتى للأربعة متاع العشية. احنا هكا نكون وصلنا معكم الختام في منتدى الحياة بالنسبة لليوم. تحية كبيرة لأحمد المخلوفي لأمنكم البث المباشر، أمنا بوقيت كيف كيف في التكنيك، موجز الأخبار أخبار مع زميل حسن نبتي، أهم الأخبار الوطنية الجهوية والعالمية. سينو تابعوا بقيت برامج الحياة فام جوكعة 93 من 4 حتى للستة في لمين لسكن. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.